السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه النوفيل فيديو من السلسله ديال دروس باك ليبر بالدارجه. كيف ما كتعرفوا البروغرام ديال الفرونسي ديال الباك كيتكون من ثلاثه ديال المؤلفات، يعني من تخوا رومون: Elle était une fois un vieux couple heureux, Le Père Goriot et Candide ou l'optimisme. في هذه الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا بالدارجه الملخص ديال هذه الروايه هذه ونعرفوا الاحداث الرئيسيه ديالها. واول حاجه بغينا نبداو بها هو هذا الجدول الشهير ولو فامو طابلو. فهاد الجدول هذا تيكون مجموعه من العناصر، مجموعه المعلومات اللي كتتعلق بالروايه، يعني هاد المعلومات هادو كيتبدلوا ملي كتبدل الروايه. هاد الجدول اللي كنلقاو في اول سؤال في الامتحان، وحتى الا ما كانش هاد الجدول هذا راه كيكون بطريقه اخرى كيتعطاو، كيسولك على هاد المعلومات هادو بطريقه اخرى. هاد الجدول هذا كيتكون غالبا من اربعه العناصر من هادو، يعني ما يقدروش يكونوا كاملين. الوغ الحاجه الاولى هي لو تيتغ دو لوفر، اي العنوان ديال هاد الكتاب او هاد المؤلف كانديد او لوبتيميزم. وهنا خصنا نردو البال، خصنا نكتبو العنوان ديال المؤلف كيف ما خاصو يتكتب، يعني كيف ما كتشوفو هنا كانديد افيك ان سي ماجيسكول مع سي كبيره، وسي لوبتيميزم افيك او كبيره. يعني بحال هاد الاخطاء هادو، يعني في اللي كيتعلقوا بالاورتوغراف ديال هاد السميات وهاد العناوين غير مقبول. لوتور هو فولتير، يعني الكاتب ديال الروايه فولتير. فولتير تزاد في 1694 في باريس ومات في 1778 في نفس المدينه. لا دات دو بوبليكاسيون هنا هي 1759. هنا خصنا نعرفوا بلي كاين فرق بين لا دات دو بوبليكاسيون اللي هي تاريخ النشر ولا دات دو ليكريتور ولا دات ديكريتور. لا ديكريتور يعني تاريخ الكتابه، وتاريخ الكتابه راه كيقدر يختلف على تاريخ النشر، بحيث مثلا يقدر يكون واحد الكاتب كتب واحد الروايه في واحد العام في واحد السنه، ولكن ما قامش بالنشر ديالها حتى مات مثلا وقاموا بالنشر ديالها الناس اخرين، او لا هو النيد ولكن بعد مده على الكتابه ديالها. وبالتالي هنا خصنا نفرق بين لا دات دو بوبليكاسيون ولا دو باريسيون اللي هي تاريخ النشر، ولا دات ديكريتور اللي هو تاريخ الكتابه. من بعد غادي ندوز لو جون، يعني النوع الادبي اللي هو هنا كونت فيلوزوفيك، قصه فلسفيه. لو سياكل يعني قرن فاش تكتبات ولا فاش تكتبات هاد ليستواغ ولا هاد لو رومون هاد الروايه، هو القرن الثامن عشر. اوتر اوفر دو ميم اوتور، هاد السؤال هذا غالبا كيتطلب، يعني كيطلبوا منك تعطي روايات وحدين اخرين ولا مؤلفات وحدين اخرين يعني ديال نفس الكاتب. هنا فولتير ما كتبش غير هاد كوندي دو لوبتيميزم، ولكن كتب مجموعه من الروايات ومجموعه من الكتب وحدين اخرين بحال زاديغ او لا لا مور دو سيزار. هنا عندك الاختيار تاخذ تا وحدين اخرين، ما كاينش المشكل هنا. من بعد غادي ندوزو لو ريزومي ديال هاد لو رومون هذا. الوغ خصنا نعرفو سي كو هاد لو رومون كيتكون من 30 شابيتر، يعني من 30 فصل. هنا التلخيص اللي بينا نشوفو مفصل على حسب الفصول اللي كاينين عندنا هنا، يعني في كل فصل كاين مجموعة من الأحداث أو على الأقل حدث واحد. في لو بروميي شابيتر هنا كتبدا القصة، القصة كتبدا في لو شاتو دو بارون دو تان دو تان ترون. يعني هنا القصة كتبدا فاش مبلاصة بالضبط في القصر ديال واحد لو بارون، نقدر نسميو حنا ملك باش سهل لنا الفهم ديالو. هاد الملك سميتو تاندر تان ترونك، فين ساكن؟ فيستفالي، هادي سميت مدينة. الوغ هاد لو بارون ساكن افيك سا فام اي سا في كونيغوند اجي دو 17 ans اي سان فيس. الوغ كاين هنا دابا لو بارون هو لو بيرسوناج برانسيبال، نقدرو نقولو الملك مع مرتو الملكة مع بنتهم اللي سميتها كونيغوند، و تا هي باغمي لي بيرسوناج برانسيبو، يعني من بين الشخصيات الرئيسة، واللي في عمرها 17 عام، ومعهم ولدهم اللي هي اللي هو خو كونيغوند. ومع هاد الناس هادو كاينين دوطخ بيرسوناج اللي ساكنين في القصر. الوغ افيك او سو تخوف كانديد. شكون كانديد؟ سي ان جون هوم، واحد الشاب بأخلاق طيبة
il serait le neveu du baron. هنا entre parenthèses يقول لنا يقدر يكون هو لو اني ولد لو بارون لو مالك يعني ما متاكدينش من هذه المعلومه هذه. alors et le précepteur Pangloss, Pangloss هنا كاين الدور ديال هذاك الفيلسوف هذاك المربي او هذاك المدرس و ميم كانديد كياخذ منه عندهم مجموعه من الدروس. un jour Candide et Cunégonde ont une relation intime. le baron les surprend. Candide est chassé du château. ونهار Candide و Cunégonde كانوا في علاقة حميمية فاجئهم أو لصلهم هذاك لو بارون كيف ما كنقولوا بالدارجة وبالتالي جرى على كانديد. ندوزو لو شابيتر 2. alors في لو شابيتر 2 عندنا واحد ليفينمون برينسيبال هو كانديد اي ريكروتي بار لارمي بلغار. كانديد دخل لارمي بلغار يعني دخل الجيش البلغاري أو البلغاري. في لو شابيتر 3 a dit je faut que Candide a découvert les horreurs de la guerre. يعني كانديد من بعد ما دخل الجيش ولا كيشارك في الحرب اكتشف هذوك الاهوال وديك الفضاعه ديال الحرب وبالتالي il déserte et arrive en Hollande. هرب il déserte يعني نهرب بحال هكا هرب من واحد الواجب ولا خصوصا هرب من ساحه المعركه ومشى لتاجر لهولندا. il rencontre Jacques l'Anabaptiste alors qu'il fait le moine. La Ghana, un autre personnage, une chassière jadide en Ardine Choufou, c'est Jacques l'Anabaptiste. Cette chassière de Jacques l'Anabaptiste, quand tu dis, ça reste pas la goutte natif, c'est la goutte natif, c'est la zakat. Alors, Jacques l'Anabaptiste, je lui donne d'aimer le candide, il est autant la fille ou au clos, un dos. Alors, mais le bête, Ardine Choufou fait le chapitre. À du jour chapitre 4, Candide rencontre le lendemain un misérable gueux. Le rétlé Candide qui est la camé à Wahd Sa'i ou la Wahd Tlab. Il y a Wahd Moutesawil. Fi Hala Yurthala. Mais le Madadi Tarraf, il y a Wahd Yarraf, c'est qu'il s'agit de Pangloss. Wahd Yarraf, il y a Dakra Ré Pangloss, Adak Likanit Ma Flaksar, ou la Likhla Flaksar. Ce dernier lui apprend que Cunégonde est morte. Il y a Wahd Pangloss. قال له جيب لي كينيغوند راه ماتت باش ماتت تقتلات من طرف لي سولدا بلغار سولدا يعني الجنود البلغاريين وما اللي هجموا عليهم قتلوا لا 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 كينيغوند يعني العشيقه ديال كانديد يا سي لو بارون اي لا بارون يعني باها امها بجوج بها. لو فيلوزوف اي اتان دون مالادي فينيريان كيل تيان دو باكيت. هذا لو فيلوزوف شكون تنقصدو به هنايا هو توجور بونغلوس هو كي قلنا هنايا بلي هو مريض واحد المرض تناسلي ولا مرض جنسي اللي خدا باكيت باكيت شكون هي واحد هي الخادمه ولا الخدامه ديال القصر. الوغ اللي اون طران دو مورير مي ال ريست اوبتيميست كان بيموت من هذاك المرض ولكن يبقى دائما متفائل. مالغري سولا كانديد لو في غيرير ا سي ديبون افيك ليد دو لانابابتيست. رغم ذلك كانديد قام بالعلاج ديالو طول العلاج ديالو على حسب النفقات ديالو بالمساعده ديال لانا بابتيست. هنا سي جاك لانا بابتيست. ان دوزو لو شابيتر سويفون سي لو شابيتر 5. الو لي دو زامي اي لانا بابتيست امبارك بور لو بورتوغال. الو هنايا بونغلوس كانديد هما اللي كنقصدو بلي دو زامي ومعهم لانا بابتيست جاك امبارك بور لو بورتوغال. شادين طريق بحر البرتغال يعني البرتغال. ils affrontent une terrible tempête qui projette Jacques par-dessus bord suite à une querelle avec un matelot. بسبب واحد العاصفه وبسبب حتى واحد المضاربه اللي ضرب هذاك جاك مع هذاك البحر يعني تلاحوا في البحر. alors Candide et Pangloss dérivent sur une planche jusqu'au rivage. يعني كانديد وبونغلوس بجوج بهم قدروا انهم يوصلوا للساحل من على واحد لا بلونش. لو ماتلو حتى هو قدر انه يلقد راسو ويوصل للريفاج ابين سور تار اون فوس للساحل تا كيطق عليهم واحد الزلزال او واحد الهزه ارضيه وبالتالي في هذيك اللحظه نيت كانديد وبونغلوس سون تاريتي باغ ان مومبر دو لانكيزيسيون تشدو
وغادي تتم المحاكمة ديالهم وغادي تتم التوقيف ديالهم. في الشابتر 6 elle fait un note d'affaire pour empêcher les tremblements de terre. Alors غادي الناس هادو اللي جدوهم شنو غادي يديروا؟ غادي يديروا نوت دافير، يعني غادي يحكموا على هاد الاشخاص هادو باش يحرقوهم، يعني بحال قلنا اعدام بالحرق، غادي يحرقوهم. بالنسبه لهم هاد الطريقه هادي بيحبسوا بها لي تروبلومون دو تير، يعني الهزات الارضيه، حيت هاد الناس هادو هاد الكانديد اي بونغلوس اون فوا طوج ليهم فوق اليابسه تتوقع هاد تيوقع هاد لو تروبلومون دو تير. الو بالنسبه لهم الا حرقوا هاد الجوج غادي يحبسوا لي تروبلومون دو تير. ولكن هاد لي دو زامي امبريزوني، يعني هاد الاسيرين هادو كونديد اشوق له، يعني ملي شدوه ضربوه في المؤخره ديالو الى فاسين، الوغ كو بونغلوس الي بوندو علقوه شقوه. كونديد سو روتروف سول ابري ان نوفو ترومبلمون دو تير، يعني فهاديك اللحظه نيت قبل ما يحرقوهم وقع ان نوفو ترومبلمون دو تير، يعني هز ارضيه وحده جديده وقعات، ومن خلالها كيلقى كونديد راسو، تلقى راسو بوحدو، يعني تاني ما عرفش هذاك بونغلوس اللي كان معاه، ما عرفش فين وصل، وبالتالي كان فقد الامل. لقيت فاش فقد الامل الى ديزيسبيري، يعني فقد الامل، il rencontre une vieille qui lui demande de la suivre. تلاقى مع واحد المراه عجوز طلبات منه يتبعها ولا يمشي معاها. alors le chapitre 7 la vieille soigne Candide et lui amène Cunégonde. داتو معاها لواحد الدار، اعتنت بيه وعالجاتو باسكو كنا قال تعرض للضرب، وجابت ليه كونيغوند اللي هي العاشقة ديالو. الوغ إل سون فو دو جوا، يعني لي دو كنهضرو هنا على كونديد و كينيغوند، بجوج بهم كانوا فرحانين ولا كانوا بحماقهم من الفرحة. الوغ إل سو راكونت سو كي لوغي أريفي، الوغ بقاو تيعاودو لبعضياتهم شنو وقع ليهم. هنا في لو شابيتر 8، لو شابيتر 8 غادي نعرفو سي كو كينيغوند هنا كتعاود في هاد لو شابيتر هذا كتعاود شنو وقع ليها، يعني هادشي اللي بنقولو على ليستواغ ديالها. يعني هنا إل إيتي كو بليسي بوي فيت بريزونيير باغ أن كابيتين بولغار، هي قلت لها دير أنا ما ماتش، مي هي كانت غير جرحات، تعرضت للجرح وما ماتش، يعني تشدات ولا تخدات كأسيرة من طرف واحد الكابيتين بولغار. من بعد هاد الكابيتان بلغار هذا ملي سأمنها، يعني ملي طلعت له فراسو كيف ما نقولوا، باعها لواحد يهودي. الوغ الا فوندو ان جويف اي سو روتروف فينالمون بارطاجي اونتر لو غراند انكيزيتور اي لو جويف. الوغ هنا كونيغوند كتلقى راسها كي بارطاجيوها جوج الناس، يعني كيتشاركوها جوج الناس، جوج رجال، كاين لو غراند انكيزيتور محقق وكاين لو جويف، يعني هذاك اليهودي. من بعد نشوفوا هذا لو جويف هذا راه عنده ان نون ولا ان برينوم هو اساكار. الوغ هنا قالت لي سي كو الوغ كيلي انفيتي ا لوتو دافي لو ريكوني بونغلوس، هي قبل فاش كانت هي من بين الناس اللي كانوا بيحضروا لهذاك لو دافي، يعني هذاك الوقيته فاش بيعدموا هذوك بونغلوس وكانديد بالحق، كانت هي تما وكانت تعرفات على بونغلوس. Alors, le chapitre 9, le juif Issachar se présente pour profiter du Cunégonde. Déjà, d'abord, le reste de l'Ekataoud, Cunégonde, ça a l'air. Là, le juif Issachar, il y a le Yodil, le Simit Issachar, j'ai un peu de Cunégonde. Parce que, comme on l'a dit, il y a Emma ou l'Assyr, il y a un peu de Cunégonde. Parce que, comme on l'a dit, moi ou l'autre, le grand inquisiteur. Alors, obligé à Yahouda, Candide, Ktlo. Et Candide, Ktlo, le juif Issachar. Ou Ktlo aussi. Le grand inquisiteur. Candide, au Cunégonde et la vieille, on met la tabu les bras, mais les bras sont goudem hadouk le jutez, harbon. Il s'enfuit. Le chapitre 10, il faut circuler les trois complices, on est similaire les trois complices parce que, au machoraka, au lob tot mutawati'in, mutawati'in, qu'drong boulou fadik le jarima, l'idaro, alors il voyage jusqu'au port de Cadix. M'chao safrad le port de Cadix. الوغ هي واحد المدينه في الاسباني، واحد المدينه اسمها ليونيا ساحليه. الوغ اي سون دون اون غروند ديتريس اي سون ارجون، كانوا عايشين في واحد المحنه كبيره وبلا فلوس. الوغ قرعوا تاني زومبارك بور لاميريك، لاميريك دي سود، شدو تاني طريق لاميريك ولا امريكا الجنوبيه. في لو شابيتر 11 غادي نشوفو كو لا فيي راكونت ليستوار، ملي مشاو هما بثلاثه بيهم، يعني مشاو في البحر
يعني فوق شي ماركاب ولا شي زوراق لا في لا في معاهم كونيغوند معاهم كونديت. الوغ لا في هنا في هذه الرحله هذه غادي تبدا تعاود لهم القصه ديالها حتى هي. الوغ بدات تتعاود قالت لهم سيكو هي اللي تي دابور فيونسي كانت في الاول مخطوبه لان برانس واحد الامير. هاد الامير هذا تعرض للتسميم من طرف واحد العاشقه ديالو قديمه. الوغ افيك سا مير يعني هي امها باسكو هي كتعاود avec sa mère, elles embarquent sur une galère où elles sont dépouillées et violées. يعني مشات هي ومها في واحد المركب وتما فوق من هذاك المركب تعرضوا انهم حيدوا لهم كاع داكشي اللي عندهم وتعرضوا ايضا للاغتصاب. puis elle est faite esclave au Maroc من بعد تبعت ك اما اما يعني المؤنث ديال عبد تبعت ك اما يومها في المغرب. Mais le chapitre 12, que, alors qu'elle se trouve dans une grande détresse, elle rencontre un eunuque. Il n'y a pas de l'histoire de la vieille. Il y a une histoire 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 de la vieille. Il y a un eunuque. Eunuque, ça veut dire un chers les merci. Il y a une histoire de la vieille. لجوج الحوايج وهذه كانت تدار في هذوك العبيد اللي كيكونوا في القصور واللي كيدخلوا للقصور علاش الحفاظ على الحريم اللي كاين في القصور. يعني ملي تيتم الاخصاء ديال واحد الشخص كتمشي له الغريزه الجنسيه وكيمشي له القدره على التوالد. الوغ كي بارل هاد المارسي هذا كيتسمى مارسي باللغه العربيه هاد لو نوك هذا كي بارل سا لونغ اي كي لا كونسول باسكو كان تيهضر باللغه ديالها. الوغ كان هو ساها. Il doit rentrer après avoir accompli une mission politique et lui propose de la ramener. Il a dit que il va revenir. Il a dit qu'il va réaliser une mission si il y a une autre mère. Il est dans le Maghreb. Mais il ne tient pas son engagement. Il ne tient pas son engagement. Il est dans l'Alger. Il est l'Alger. Il est dans l'Alger. Il est dans Medina Jazaïria. Alors, دال الجزائر العاصمه وتما باع في الجزائر العاصمه. هنا غادي نعرفوا بلي لا بيست يعني الطاعون لا بيست انتشر بزاف تمايا لدرجه ان كل موند بيري بريسك كل موند بيري تقريبا كلشي مات من هذاك الطاعون ولا من هذاك الوباء. مي اي لون ريشاب لكن تتبقى هذه يعني نجات من هذاك الطاعون. Elle est ensuite rachetée, bête out chérette, et menée à Tunis. En Tunis, quand vous avez été Tunis, la Hassema, ou même chez Daoula Koulaye, même chez Bled Koulaye, ou même chez Medina. Alors, et dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes du monde. Tanit, bête, Fumoudon Kbar, Diel, la Halle. Même chez Rif Tunis, même chez l'Alger, même chez Rif Maghreb, ou même chez Fumoudon Khorin. Après d'autres mésaventures, il devient servante et continue de parcourir le monde. On a dit, parmi, ce n'est pas une. Ce n'est pas seulement une caractéristique d'un seul personnage, mais de presque de tous les personnages de cette histoire. On a oublié quasiment jamais les personnages de cette histoire, mais qui ne sont pas dans la même place ou dans une mouvement constant. Il dit qu'ils ont eu quasiment أغلب دول العالم أغلب مدن العالم. Alors هنا في الشابتر 13 يعني في الفصل 13 ils arrivent à Buenos Aires. Elle rend visite au gouverneur qui tombe amoureux de Cunégonde. Elle est à Buenos Aires, c'est une ville qui est dans l'Argentine, c'est l'Argentine. Mais sur l'Argentine, ce qu'on a dit, c'est Cunégonde qu'on dit de la vieille, il est la juste. Il est à Buenos Aires, 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 il est à Cunégonde. Alors, le chapitre 14. Sur les conseils de son valet Kakombo, Candide quitte Cunégonde. Alors, بهذوك النصائح ولا هذوك الاستشاره ديال داك كاكومبو كانديت يعني ولا بحال قلنا تخلى على كونيغوند. علاش؟ باش يمشي يدير الحرب بجانب اليسوعيين. الوغ تمايا في الحرب عاوتاني تلاقى لو فخير دو كونيغوند. لو فخير دو كونيغوند نورمالمون اللي كان خلاه في القصر. الوغ هنا كاين دي بيرسوناج كي disparaissent
راكي من بعد تاني واحد شويه تيعاود يبانو. الوغ الي ديفوني كوموندون، شكون هذا لي كوموندون؟ هو لو فخير دو كونيغوند. هنا لو فخير دو كونيغوند ما تعطاش سميه، ولكن كنقولو توجور لو فخير دو كونيغوند. هنا في لو شابيتر 15 كانديد تو لو فخير دو كونيغوند. كانديد قتل هنا في هذا لو شابيتر هذا تيقول لنا سيكو كانديد قتل لو فخير دو كونيغوند، يعني خو كونيغوند. علاش قتلو؟ حيت سو ديرني، يعني هذاك لو فخير دو كونيغوند ما كانش تيتحملها ولا ما كانش تيقبل هذيك الفكره ديال ان كانديد بيت زوج لي بيرتو، باسكو هما كانوا باقيين شي واحد دو اوت كلاس اللي غادي، يعني في شي طبقه عاليه اللي غادي تزوج بهذيك البنت اللي هي نورمالمون بنت مالك، يعني بنت القصر. الوغ هنا في لو شابيتر 16 الوغ كو لي دو زوم برين لا ديريكسيون دو نور، هما شادين الوجهه ديالهم لي دو زوم. هنايا شكون اللي كنقصدو به هنايا بالضبط؟ ككومبو بلوتو كانديد معاه ككومبو، يعني لو فالي ديالو ولا الخدام ديالو الخادم ديالو. الوغ هما شادين الوجهه ديالهم للشمال، إل سو روتروف دون اون بال بريري، لاقين راسهم في واحد المرعى في واحد البلاصه اللي فيها العشب جالسين. لا إل اسيست ا اون سين سوربرونون، تيبان لهم واحد المشهد كيشوفوا قدام واحد المشهد مفاجئ. اشناهو هاد المشهد؟ و دو فام سون بورسويفي باغ دي سانج، تيبان لهم جوج عيالات كيجريو تابعينهم قروضه، جوج قروضه. الوغ اون بوسون دي درول دي كري، وهما كيغوتو بواحد الطريقه في شكل. كونديز كخوايون كيل سون دون دونجي، كونديز كيسحب لي واش هاد العيالات هادو ولا هاد البنات هادو هما في خطر. يعني بحال قلنا عمر السلاح ديالو تيرا في هادوك لي دو زانيمو، قتل هادوك لي دو زانيمو ككومبو. يعني لو فالي ديالو يعني الخدام ديالو شرح له بلي هو راه قتل يعني جوج العشاق ديال هادوك جوج بنات، وبالتالي هادوك الناس ديال هذيك المنطقه، السكان ديال هذيك المنطقه، لي زابيتون دو باي اللي سميتهم لي زوريون، اشو دارو لي ليغوت، يعني ربطوهم اي كونت لي ديفوري، وكانوا حاطين لهم باي ياكلوهم ولا باي. الوغ ككومبو برون لا بارول اي لي زوريون تروف سون ديسكور تري ريزونابل. ككومبو خدا لا بارول، يعني تولا يعني شد هذيك المهمه ديال الهضره، يعني هو غادي يهضر وحاول انه يقنعهم، وبالفعل قنعوهم وقدر انه ينقذ الحياه ديالو وديال السيد ديالو اللي هو في الحاله هذه كانديد. هنا في لو شابيتر 17 كانديد اي سون فالي اريف او باي ديل دورادو، هنا من بعد ما نقضوا حياه ما تنقضت الحياه ديالهم عاوتاني وصلوا لو باي ديل دورادو. باش نكون واضحين في واحد المساله، لو باي ديل دورادو وي هذا كاين في ليستوار، ولكن لو باي هذا نقدر نقولوا سي ان اندرو يعني ان اندرو فابولو ايماجينير، ما كاينش يعني واحد البلاصه اللي هي اسطوريه خياليه ما كايناش. علاش؟ حيت لو بي دو ديغادو ديال دوغادو كلشي فيها من الذهب والفضه، البيبان الديور التراب كلشي من الفضه والذهب، وتما يعني ديكوفر يزي ديكوفر دي ريشيس اكسترا اوردينير، تما يعني اكتشفوا يعني ثروات هائله. في لو شابيتر 18 فاصل 18 il rencontre un vieillard qui leur expose les us et les coutumes de l'Eldorado. تما تلاقى مع واحد الشارف في هذاك لو بيي الدورادو، في هذيك البلاد تلاقى مع الشارف هو اللي دورهم كما كنقولوا سرق لهم وراهم كاع العادات والتقاليد ديال هاد البلاصه هادي ديال الناس ديالها. الوغ il découvre l'abondance، يعني لقاو تما يكتشفوا الوفره والثراء والثروه. Alors, elle passe un mois dans ces lieux, puis repart à la recherche du Cunégonde chargé d'être présent. Nous sommes un jour, mais ben là, on est en train de sortir de cette ville, mais pas d'être chargé. Elle est au marché de Chiclebo, la Cunégonde. Elle est là, comme on l'a dit, la chica d'El Candide. On ne sort pas avec des chauvins, mais on sort avec des chauvins de Mohamed al-Tharawat. Le chapitre 19, les deux hommes se dirigent vers la Guyane. هما شادين طريقهم لاغيان. لاغيان هي واحد المنطقه فرنسيه، ولكن كاينه فوق الاراضي او فوق القاره ديال امريكا الجنوبيه. الوغ في الطريق ديالهم يل رونكونتر ان ناغرو دو سيرينام، يتلاقاو واحد نقدروا نقولوا واحد الاسكلاف او واحد العبد من سيرينام. سيرينام تاني هي واحد المنطقه كاينه في لاميريك دي سود، يعني في امريكا الشماليه، وسيرينام وغيان بجوج بهم لاصقين،
يعني كاين يعني بحال قلنا جوج بلدان جوج مناطق متجاورات. alors qu'ils cherchent à prendre un bateau qui se dirige vers Buenos Aires وما كيقلبوا على شي باطو اللي يديهم بوينوس ايرس. علاش بالضبط بوينوس ايرس؟ حيت ما خلاو كونيغوند عند هذاك الحاكم ديال هذيك المنطقه، يعني ديال العاصمه بالضبط ديال الارجنتين. alors ils apprennent par un patron de vaisseau que كونيغوند est une des maîtresses favorites de monseigneur. قال لهم واحد الملك ديال واحد القارب ولا ديال واحد المركب، قال لهم ودي بلي راه كونيغوند ولات وحده من بين العاشقات المفضله عند ذاك الحاكم. وبالتالي كونديد اليدي دون فوايي، يعني كانت عنده فكره ديال انه يصيفط كاكومبو غاشتي كونيغوند، حيت كونديد هنا رجع بزاف الفلوس وغادي نشوفوا بلي ها الثروه هذه غادي يولي يخدمها بزاف، غادي يبدا يشري بها الحريه ديالو، غادي يبدا يحاول يشري بها كونيغوند من بعد ما تخدت منه، يعني بزاف الحوايج غادي يحاول يديرهم. الوغ هاد كاكومبو ملي صيفطو، يعني صيفطو لكونديد باش انه يمشي يشري له كونيغوند. الوغ il quitte donc son maître. شكون لو ماتر هنا؟ سي كونديد. الوغ لو باترون كي ابخون كو كونديد ا بوكو دارجون، هذاك لو باترون يعني هذاك مول هذاك المركب ملي عرف بلي كونديد عنده بزاف الفلوس طلب منه يعني مبلغ كبير باش يوصلو، لكن رغم ذلك ما وصلوش، خدالو الفلوس وخلاه فوق لاغيف يعني في الساحل. Le juge à qui il s'adresse pour obtenir réparation, lui, en se tirant encore. Alors, finalement, Candide se met à la recherche d'un honnête homme qui ferait le voyage avec lui et il rencontre un savant Martin. وبالتالي بقى تيقلب على شكون شي واحد يدي، شي واحد معقول يدي بلا ما يديلو فلوس وما يطمعش فيه. تما تلاقى مع لو سافون مارتان، هذا سي ان نوفو بيرسوناج، عرفتني غير تزاد على لي بيرسوناج اللي ديجا عندنا. في لو شابتر 20 تو دو سومبارك بور بوردون. هنا غادي نعاود نطرحو لا كيسيون، شكون هاد لي دو اللي هما شادين طريق لبوردون؟ هما كانديد ولكن ماشي مع كاكومبو هاد المرة، باسكو كاكومبو مشى لبوانوس ايريس باش يمشي ياخد كونديد بلوتو كينيغوند بالفلوس، الوغ كو هنايا كونديد مشى هاد المرة هادي مع لو سافون مارتان، يعني هداك لو بيرسوناج جديد اللي بان دابا عاد في القصة. الوغ يعني شادين طريق لبوردو. بوردو هي واحد المدينة فرنسية ساحلية. الوغ هما هما في الطريق إلز أسيست نوفخاج دو باترون كي أفي فولي كونديد، هما غاديين في الطريق تيتلقاو او لك يتصادفوا مع هذاك وكيشوفوا يعني الحديد ديال الغرق ديال القارب ديال هذاك الشخص اللي كان دالو فلوسه، اللي كان طمع فيه ودالو فلوسه بلا ما يدي. الوغ في لو شابيتر 21 لي دو كومبليس ابروش دو كوت فرانسيز. هنا باقي كنهضر على لي ميم بيرسوناج، كانديد مع لو سافون مارتان او تو سامبلومون كانديد دو مارتان، قربوا لي كوت فرانسيز يعني السواحل الفرنسيه. ديجا قلنا هنايا هما غاديين لا فرانس. لو شابيتر 23 بلوتو 22 كانديد ريست بو دو طون ا بوردون. كانديد بقى شويه ديال الوقت في بوردون. علاش؟ حيت قرن بعدا يمشي لباري، يمشي لباريس، مدينه واحده اخرى يعني في لا ميم في لو ميم بيي اللي هو لا فرانس. Il y attrape une maladie dont il finit par guérir. تما يعني مرض لكن قدر انه يتشافى من بعد، قدر انه يبرى من بعد. الوغ il profite de la vie parisienne، يعني لي دو بجوج بهم يعني كل استمتعوا بهذيك الحياه الباريسيه، خصوصا ان باري ولا باريس كانت من بين المدن او لا نقدر نقولوا عاصمه ديال اوروبا. الوغ كانت تعيش واحد الحياه عصريه يعني ف ف ف اللي كان كيستمتعوا بها الاوروبيين كاملين وحتى الفرنسيين. بالتالي هادو فاش جاوا لباريس لباريس حاولوا يستغلوا هذاك الوقت ديالهم واستمتعوا بهذيك الحياه. وهنا ايز اسيست ان سبيكتاكل، يعني حضروا لواحد العرض تمايا. كانديد يعني داو عند واحد المراه باش انه يحضر واحد لو غوبا، يعني بحال قلتي معروض واحد لو غوبا موندان. Et Candide fait des infidélités à Cunégonde, Ma Candide traîne
Cunégonde est l'achika d'Yalo. Alors, puis les deux hommes sont victimes d'une arrestation. Les deux candidats de le savant Martin, Tudo, à l'âge de Tudo, et au moment où je t'avais fait, mais des tibano des étrangers suspects, et les pâles, grâce à quelques diamants, elle retrouve la liberté et décide de partir. Now, tenir un jour, c'est que. هادوك الفلوس اللي كان جاب من البيت ديال دورادو عاوتاني نفعوه هنايا باسكو شرا بيهم الحرية ديالو. لو شابيتر 23 لومباركمون فيغ لونجلتير، عاوتاني بين غادرو فرنسا غادي نمشيو فين لونجلتير. دائما لومباركمون تنقول لومباركمون حنا حنا طالعين فوق شي باطو. لاميرال بان افوزيي الوغ كيل سون بور سموت. الوغ هنا هاد لاميرال يعني لاميرال On voit tout simplement, dans le jeune dit, le Bahria, il y a un grade talé. Alors, il y a un grade qui est très important pour ce mot, il y a un dîner en Angleterre. Alors, je dois dire que c'est le Venise. Venise, il y a un dîner, qui est un grand chef en Angleterre, qui est un dîner en Italie, ou qui est un mot de l'arabie, le Bundoukia. شابيتر 24 الفصل 24 افونيز يعني في هذه المدينه مدينه البندقيه في ايطاليا كانديد ريست سون نوفيل دو كاكومبو ميل روتروف باكيت اسيل سي لوي راكونت سي افونتور مالوريز كانديد بقى في هذيك المدينه بلا اخبار على كاكومبو اللي كان صيفطو باش يمشي ياخذ ليه كونيغون لكنه تلاقى مع باكيت هذيك الخدامه ديال او الخادمه ديال القصر الوغ هادي عاودت لي على هاد المغامرات اللي دوزات مغامرات اللي كلها ما نجحتش الوغ يل رونكونتر لو فرير زيروفلي شكون هاد لو فرير زيروفلي هو نيت لا واحد عمي واحد صديق ديال باكيت الوغ هنا في لو شابيتر في لو شابيتر 25 كانديد ا اون انترفيو افيك لو سيناتور دي زابوزي لو فينيسيان بو كونكورونتي Alors, on a dit qu'il y a un lien avec le sénateur des abusés et il est déçu. Le sénateur a dit que je ne suis pas Le Vénitien, tout simplement, a dit le mot qui est la Venise. Il y a un le Venise qui est le Vénitien. Il y a un Maroc, Marocain. Alors, le chapitre 26, Candide retrouve Kakombo. Il y a un lien avec Kakombo, Et dîne avec ses rois déchus. Ces rois déchus, ils ont mis le Moulouk ou l'Omara, qui ont été chamés à eux, Candide. Ou à l'Omara, ils ont été chamés à eux, Arfat, Arfou, Soukout, Diel, Imarat, ou Diel, le même la case, Diel. Maintenant, chapitre 27, Candide part. Pour Constantinople, il y a le Constantinia, Michel Constantinia, Constantinia, le quinte l'asim, l'impératorie romania. Alors, il y à bord de la galère, il faut que le Merkaba ou le Merkafesh machine, il y a un Pangloss et le frère de Cunégon. Il y a un petit peu de Haja, si je suis arrivé, ou بونغلوس نورمالمون بالنسبة لنا حنا هي واحد لو بيرسوناج نورمالمون اللي مات باسكو تعلق شكون مازال لو فخير دو كونيغوند غادي تفاجئ هنا في هاد لو شابيتر الا مشينا لو رومون فاش كاين لي ديتاي غادي نشوفو بلي ميم كانديد كان تفاجئ بهاد لو فخير دو كونيغوند فاش تلاقى معاه ساشون كو هو قتلو من قبل قتلو وتلاقى معاه من بعد يعني هنا هذا ماشي لو بخومي بيرسوناج اللي غادي نشوفو بلي هو مات من قبل وعاود عاد تاني غيبان هذا ماشي هو الاول ديجا شفنا كو كونيغوند تيقولنا تقتلات من بعد عاد وانت تبان بونغلوس اوسي لو فرير دو كونيغوند ايتترا الوغ ندوزو هنا لو شابيتر 28 لو فرير دو كونيغوند اي بونغلوس فون لو ريسي دو لور ميز افونتور هنا كنقولو ميز افونتور باش نبينو سي كو هذيك لافونتور ما كانتش مزيانه ملي كنقولو كافونتور يعني تقدر تكون هاد المغامره هادي مزيانه ملي كنقولو ميز افونتور يعني مغامره Même Zianach, tout simplement. Alors, had juge Hadon, le frère de Cunégonde, au Pongloss, le tiaoudou le dakshilichaf, ou hitoumoy Allah beno. Alors, dit que le kaitafash kanou bro, il n'a rachaf ou des mésaventures, ou d'autres tiaoudou le hom fait le fasl hadra. Alors, fil fasl, tu de shrin,
le chapitre 29, Candide et Cunégonde se retrouvent. Cunégonde est accompagnée de la vieille. عاوتاني كونديت تلاقاتني مع كينيغون دات كينيغون جات مع من جات مع لا فيي مع هذيك العجوز هاد العجوز راه نهار من لقيتها فاش بانت غادي تبقى هي وغتبقى بين لي ديرنيير بيرسوناج اللي غادي نشوفوهم في يعني في هاد لي ديرنيير شابيتر بالضبط هنا في لو شابيتر 30 يعني في الفصل 30 هو لو ديرني شابيتر ديجا قلنا هاد لو رومون فيه 30 فصل الوغ هنا كونديت او كينيغون سي ماري Candide ou Cunégonde se marie malgré que Candide ne pas il pas là si tu le roman les détails c'est que là on les Cunégonde riept elle est devenue laide elle est devenue moche alors même si Candide n'en a plus envie alors le frère de Cunégonde est renvoyé à Rome à Danéha d'Arge le frère de Cunégonde à Danéha d'Arge Candide achète une métairie je serai une mzraa ou l'on peut se mettre à l'aïa ou on y ou je t'arrive à l'aïa Kamlin et non à dîner à l'aïa aussi que Candide ou le roman qu'il a oué c'est la bête la phrase a dit mais il faut cultiver notre jardin يعني اي واحد الى قلب لو رومون الى مشى لا فان ديال لو رومون غادي يلقى هاد لا فراز هادي وهاد لا فراز هادي من بين فواحد ليكزامان كان طلب من التلاميذ يبينوا المعنى ديالها علاش كونديت قال il faut cultiver notre jardin alors هنا لا ريبونس سهله كاينه غير قبل من هاد لا فراز هادي نيت يعني فليكسيبيت يعني في لو ديرنيي تيكست ديال tout simplement هنا il faut cultiver notre jardin هنا باش يبين كونديت كو حنا اولا الانسان بصفه عامه ما تخلقش من اجل الراحه pour le repos ولكن تخلق من pour le travail وغادي نلقاو ميم parmi les thèmes ولا الموضوعات اللي كتعالج او اللي طرقت لها الروايه هذه والموضوع ديال العمل وبالتالي هو كان قال لهم خاصنا نكلتيفو نزرعو notre jardin ماشي زعما نزرعوه ولكن هو كيقصد بها خصنا نخدمو باش لا تيغ تعطينا ولا باش الارض تعطينا بون وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو هادي ونتمنى تكونوا استفدتوا فهمتوا مزيان الملخص ديال هاد الروايه